الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. رح نتكلم عن calling object inside if statement، ازاي نكتب جملة if وننده داخل جملة if على object احنا كنا عاملينه defining قبل كده. موجود عندي في الكود object person وعادي ما في شيء، ما يعني في بروبرتي، ثلاثة بروبرتي، بروبرتي اسمها نيم وايش والله فريدنج. اكتب جملة if statement ولما اجي انادي على object باستخدام جملة if بالضبط بنده على الاوبجكت والبروبرتي بتاعته. مثلا انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اشيك مثلا على قيمة love reading وهحط شرط. حلو، هقول مثلا if ما ينفعش اقول love reading على طول، لازم انده عليها بالاب بتاعها، يبقى person دوت love reading لما دي نالها هحط شرط، مثلا هقول ان هي كده ترو. انا هقول لما تكون ترو، يعني زي ما هي كده هقول لما تكون ترو. تمام، وما تنسى طبعا الاقواس دي ايه، بدايه ونهايه. يبقى لما يكون الجمله دي ترو هفتح الاثنين كيرلي بريسز وابتدي اكتب مثلا في حاله ان الشرط ده تتحقق الجزء الموجب document دوت رايت، واكتب مثلا اي شيء، ونفرض مثلا كلمه هي loves reading، وهنهي بجملة else عشان اختم الموضوع في حالة ان الشرط ده ما تحققش بشكل سليم. هكتب نص تاني هي مثلا does not love reading، انا عامل control s وهلاقي هي loves reading لان الشرط ده true، وسببه ان احنا قلنا ان في طريقه مختصره، انا مش شرط اني اكتب الكلمه دي، يعني انا مش شرط اكتب سطر المساواه بترو، انا ممكن اعمل كت وهي هيتحقق الجزء ده، لان وجود الشيء ده معناه ان هو موجود وان القيمه الافتراضيه بتخليه بالشكل ده ان هو يكون ترو. فديت الفكره يا جماعه، انت لما بتنادي على الاوبجكت بتنادي برضه على الـ على على الاوبجكت والبروبرتي اللي انت عايز تعمل عليها شغل يعني في الشرط. الجانب الثاني، لو انا عملت زي كونفليكشن او زي معارضه كده وحاولت اغير في القيمه، يعني قيمه لاف ريدنج دي انا مش هخليها ترو، هخليها فولس مثلا. هقول مثلا بيرسون دوت لاف ريدنج وهسويها بالقيمه فولس، يعني هغير في قيمتها. عرفنا انه ممكن نغير في القيمه، فبالتالي المفروض اني انا المفروض اني يعني كده حصل شيء ثاني كده، المفروض ان الشرط ده مش يتحقق او الجزء السالب هو اللي راح يتحقق من الشرط. لو انا عملت كنترول اس هيقول لي هي داز نوت لاف ريدنج، لاني بعد ما عرفت الفاريبل رحت جاي مغير فيه، مغير في قيمه الفاريات اللي جت ديت، ما بقتش ترو دي بقت فولس، فبالتالي الشرط كله راح يتغير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.